ألف نسمة في مناطق غير آمنة متوزعين على 351 منطقة على مستوى الجمهورية. الدولة عندها خطط إنها خلال 3 سنين إن شاء الله نكون تعاملنا مع كافة المناطق الغير آمنة. خلال 3 سنين يعني بنهاية 2019 إن شاء الله نكون انتهينا من كل المناطق الغير آمنة على مستوى الجمهورية. ده هيستدعي إن احنا نبني نوفر مش لازم نبني نوفر أكتر من 200,000 وحدة زي ما قلت. لأن في أكتر من 200,000 أسرة عايشين في المناطق دي. نوعية التدخل بتاعنا بتختلف. ممكن يكون الناس اللي عايشين تحت مخر سيل عندي كذا حل. يا إما أعالج مخر السيل ده وأمشيه بعيد عنهم أعمل له معالجة هندسية. يا إما لو مفيش معالجة لمخر السيل ده بضطر أنقلهم لأقرب مكان ممكن. كل ده بيتم بالتشاور معاهم بإن احنا نعرفهم بالتفصيل المكان اللي ممكن يروحوا له وبالاتفاق معاهم. بالنسبة للناس الساكنين في عشش دول في أغلب الحالات بنملي لهم مطرح ما هم عايشين ما بنحتاجش ننقلهم. الناس الساكنين تحت جبل في أغلب الحالات للأسف بنضطر ننقلهم إلا لو كنا هنقدر نعمل معالجة للجبل ودي بتبقى صعبة في حالات كتيرة. ده بالنسبة لمناطق غير آمنة. إنما المناطق الغير مخططة تدخل الدولة بيكون فيها مش لبناء المسكن في الأول لبناء مجتمع تطوير المجتمع هناك. اللي تم خلال الفترة اللي فاتت زي ما قلت لك كان تركيز على الغير آمن غير آمن بس غير مخطط. كان تدخل الدولة تدخل تجريبي اتعمل في اساسا في القاهرة كلها ما بين الجيزة والقاهرة. مبتدا.com